نفتح نافذه معكم مشاهدينا لتحليل التطورات ميدانيا وسياسيا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الوزير الفلسطيني السابق والقيادي الدكتور سفيان ابو زايده معالي الوزير اهلا بك معنا مساء النور مسأل. أه البدايه دوما في هذه الايام بالتفاؤل الملف الذي يشغل بال الكل الفلسطيني ملف متى ستنتهي الحرب متى سيتم توقيع اتفاق بين حماس الفصائل الفلسطينيه من جهه واسرائيل من جهه اخرى، بعد ما تابعناه من سيل تصريحات خلال الايام الماضيه، اضافه الى التصريحات من قبل الرئيس الامريكي جو بايدن يوم امس وتصريحات البيت الابيض قبل قليل. يعني اذا اخذنا التفاؤل الامريكي بعين الاعتبار وخاصه تصريح الرئيس بايدن بانه يوم الاثنين يعني قد يكون هناك توقيع على اتفاق وتكون هناك هدنه. فان هناك صفقه قريبه اذا اخذنا التصريحات الاسرائيليه وتابعناها نقول انه لا لا يمكن ان يكون هناك صفقه لانها م. تصريحات محبطه ولكن م. ما بين التفاؤل الامريكي وما بين التشاؤم الاسرائيلي هناك جهود حفيفة وهناك مفاوضات وهناك اتصالات تقوم فيها مصر وتقوم فيها قطر وربما ايضا زياره امير امير قطر الشيخ تميم الشيخ تميم الى الى فرنسا والتقائي مع ماكرون اعتقد ان موضوع الاسره هو سيكون احد المواضيع لان اطار باريس اثنين الذي تم الاتفاق عليه من قبل الاطراف التي كانت هناك مصر قطر الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل على ما يبدو ان نتنياهو رغم ان رغم مم. أن الإطار هو حتى الآن هو غير مقبول يعني مم. كاملا على على حماس وعلى المقاومة في غزة ومع ذلك نتنياهو أيضا يحاول أن يقلص من ما هو موجود في هذا في هذا الإطار في كثير من نعم. النقاط وتعليمات المشددة إلى الوفد الإسرائيلي الموجود الآن في الدوحة ويتفاوض مم. على التفاصيل على ما يبدو نعم. كما قالت أيضا القناة 12 أن نتنياهو قلص من صلاحيات هذا الوفد أو بكلمات أخرى طلب من الوفد أن يكون أكثر تشددا في لا. كثير من القضايا. طيب حركة حماس في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن قالت إنه هذه التصريحات لا تتطابق مع الوضع على الأرض، في المقابل قبل يومين كنا نتابع اسرائيليا الذي كان يقال ان هناك تفاؤل كبير بقرب التوصل الى اتفاق والامور استوت وقريبا سيتم الافراج عن المحتجزين لدى حركه حماس والفصائل الاخرى في قطاع غزه ربما الصوره الان مختلفه اسرائيليا ايضا من قبل حركه حماس ما السبب والسر في تغير هذا الموقف يعني لانه التفاؤل الامريكي في اعتقادي هو ليس في مكانه والتفاؤل الاسرائيلي في ذلك الحين لم يكن في مكانه لان المفاوضات لم تبدا بعد بمعنى لم لم يدخلوا في التفاصيل ولم يكن هناك ردا من من حماس على ما تم ما تم اقتراحه ولكن على ما يبدو بعد العوده من من باريس بعد عوده الوفد الاسرائيلي على ما يبدو ان نتنياهو شعر ان هناك امكانيه لان يتم التوصل الى اتفاق لذلك نتنياهو يعني شعر على ما يبدو شعر بالرعب ان هناك امكانيه ان يكون هناك اتفاق وبالتالي اعطى تعليماته واصدر بعض التصريحات التي تشدد او تتشدد في في المواقف في كثير من المحطات عوده الناس الى النازحين الى الشمال، ابعاد من يتم اطلاق سراحهم حول ادخال المساعدات حول سحب القوات انسحاب القوات الاسرائيليه تفاصيل كثيره حتى الان لم يتم الحديث عنها حتى يعني على اعتقد ان هناك ايضا شروط تجاوزت <applause> انهم يريدون قائمه بكل اسماء <applause> المحتجزين بما لكي يعرفوا من هو حي ومن هو لم يبقى على قيد الحياه قبل <applause> ان يكون هناك <applause> تفاوض او يكون هناك صفقه بالتالي هناك يعني تعقيدات كثيرة حتى في ورقه باريس دون التعقيدات الاسرائيليه الامور ليست سهله ولكن يعني امامنا سته ايام هل يمكن تجاوز هذه العقبات يعني باعتقادك يعني لا انا اي انسان له علاقه في المفاوضات مم يعني دعك ممن يصرحون ولا يعرفون تفاصيل ولا يعرفون ما يجري وفقط يعني يصرحون دون ان يكون لديهم علم من يعرف التفاصيل يدرك ان الامر ليس سهلا ان هذا وقت قصير للاتفاق على كل التفاصيل التي لم يتم الاتفاق عليها وأنا أقول لك بصراحة حتى الآن حسب معلوماتي لم يتم الاتفاق على شيء لم حتى يتم لأني. الاتفاق على أي شيء حتى الآن لكن الأرضية يعني. موجودة الأرضية موجودة المفاوضات موجودة الجهود موجودة الاتصالات موجودة العمل على مدار الساعة موجود ولكن لا نستطيع أن نقول أن هناك يعني صفقة يتم بلورتها وأنها ستنجز يعني خلال ستة أيام أو خلال عشرة أيام وهنا يأتي الدور الأمريكي دكتور هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض هدنة مؤقتة في قطاع غزة على الطرفين حركة حماس وإسرائيل بمخرجات ورقة باريس اثنين؟ يعني ممكن إذا أرادت الإدارة الأمريكية لا. أن تمارس ضغطا على إسرائيل بتقديم تنازلات اعتقد هذا ممكن ولكن م. على ما يبدو ان نتنياهو وحكومته اليمينيه المتطرفه لم يعدوا يكترثوا الى لا التفاؤل الامريكي ولا الرغبه الامريكيه، لان الرغبه الامريكيه واضحه سواء كان في اتفاق حول موضوع الأسرة او لم يكن والإدارة الامريكيه معنيه بان يكون هناك هدنه خلال شهر رمضان هذا يعني م. شيء اكيد ولكن يعني دعنا نتفائل نعم على تفاؤلهم، يعني مم. دعنا نتفائل بكل تأكيد لأنه هذا يعني... ما تبقى للناس أصلا في قطاع غزة التفاؤل بإنجاز الصفقة يوم الاثنين المقبل كما أشار وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعني أنتقل معك ختاما في الملف الثاني التطورات الميدانية هناك قصف لعسقلان من قبل سرايا القدس الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي اليوم، هناك مواجهات واشتباكات ضارية كما أفادت القسام في حي الزيتون الى الجنوب الشرقي من مدينه غزه، مع استمرار هذه المعارك في خان يونس والقصف الاسرائيلي في دير البلح، اضافه الى عده مناطق في الشمال. كيف يمكن وصف هذا المشهد من حيث مسار ميداني موازي لمسار المفاوضات والمسار السياسي؟ يعني اولا هي اسرائيل التي تفصل. لا. اسرائيل التي تفصل بين المفاوضات ولا لا تكترث لتهيئه الاجواء. لكي يكون هناك اتفاق ويكون م. هناك صفقه هي تتصرف على ان الحرب مستمره وانه لا علاقه ما بين الذين يجلسون من الوفد الاسرائيلي في الدوحه للتفاوض م. وما بين القوات الاسرائيليه التي تعمل على الارض يعني وبالتالي القصف مستمر التدمير مستمر اطلاق اطلاق صواريخ على عسقلان اليوم يعني هذا هو رساله هي رساله من الجهاد الاسلامي ورساله من الفصائل بان الاعلام الاسرائيلي والموقف الاسرائيلي القائل بان استطاعوا ان يحسموا الامر عسكريا وان الامر يعني فقط يتعلق بجيوب هنا وهناك سيتم القضاء عليها خلال اسبوع او خلال شهر او خلال شهرين اعتقد انه هذا يتناقض مع الواقع الميداني على الارض. الدكتور سفيان ابو زايده مع الوزير شكرا جزيلا لك، القيادي الفلسطيني الوزير السابق شكرا جزيلا لك.